أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره. Bacaan Qolqola Sugro. Qod memantul. Wama qadarullaha haqqa qadrih. Haqqa qadrihi in qalu ma أنزل الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله ما أنزل الله على بشر من شيء ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون
بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة وتركتم ثم خولناكم وراء ظهوركم كما خلقناكم أول مرة وتركتم ثم خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم.